بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم عقد من الدبابيس دي اسمها دبابيس مشبك، وجه عندي خرز الكريستال مقاس 6. تعالوا بينا نشوف هعمل ايه. اول حاجه هعملها ان انا هملأ الدبابيس دي بالخرز، فهملها بالشكل ده كده، وهملها بصوره عشوائيه يعني اي لون يطلع معايا هعمل كده. بالشكل ده كده حطيت فيه 8 خرزات وهقفله كده بالشكل ده كده، هملاهم كلهم وارجع لكم. خلصتهم كلهم بالشكل ده. شوف بقى دلوقتي اجيب الخيط، اجيب خيط السنارة مقاس 40 من الملي، وهقص حوالي متر الا ربع. قصيت كده الخيط حوالي متر الا ربع اللي هو طول العقد. همسك الطرف الاولاني ده وهقفله بستوبر وحداثه. ده حباسه استوبر او كفر استوبر بنسميها كده. ادخل فيها الخيط بالشكل ده كده، كده دخلت الخيط، هدخل استوبر فيها، استوبر اهو صغير ده. مش هيفرق ان هو لونه ذهبي والكفر لونه فضي، لان هو كده هيبقى متخبي جوه الكفر. هاتني دي كده، واشدها من هنا كده واقفل بالشكل ده كده. قفلت كده على الخيط بتاعي اهو، وبعديها اقفل بقى الفتحة دي كده. اجيب زردة زي دي كده او حلقة معدنية وافتحها، ادخلها في الكفر كده. وابدأ اقفل. وابدأ بقى يدخل الخرز في الخيط. ادخل الخرز بالطريقة دي كده بشكل عشوائي زي ما عملت في الدبابيس لحد ما اوصل للطول اللي انا عاوزاه. بعد كده اركب الدبابيس. وصلت كده للطول اللي انا عايزاه او الطول المناسب، هبدأ ادخل الدبابيس بالشكل ده كده. وانا بدخلهم اخلي بالي من الاتجاه بتاعهم كده، يعني يبقى ده الاتجاه اللي انا همشي عليه اهو. احط خرزة فاصل بينهم واركب التاني، اخلي برضو نفس الاتجاه اللي تحت كده بالشكل ده كده، واحط فاصل بينهم خرزة، يبقى بين كل دبوسين بحط فاصل بالشكل ده كده. هيكونوا بالشكل ده كده، هكمل وارجع لكم. بكده انا خلصت تركيب الدبابيس كلها، واهم حاجة زي ما قلت لكم اخلي بالي من الاتجاه. بكده انا خلصت تركيب الدبابيس وانا بركبهم اخلي بالي من الاتجاه بتاعهم يكون كلهم في اتجاه واحد. بعد كده هكمل تدخيل الخرز ده في الطرف ده واخلصه وارجع لكم زي الطرف ده.
كده انا وصلت حطيت الخرز كله ووصلت لنفس الطول ده شكله. فكده انا هبدأ بقى ادخل هنا استوبر وحباسة واقفله زي ما قفلت ده كده بالشكل ده كده. كده قفلت عليها بالقوة وكمان دي اقفلها كده. والخيط ده ادخله في الخرز ده كده يعني انا مش هقصه. دلوقتي هبدأ ادخل القفل فهدخل حلقة كده هنا كده وادخلها في الطرف ده واقفلها كده. بالشكل ده كده قفلتها. ادخل حلقة من الناحية التانية ادخل حلقة كده هنا بالطريقة دي كده وادخل فيها القفل بالطريقة دي كده وابدأ اقفلها. قفلت القفل بتاعي بالشكل ده كده يبقى سهل الفتح والقفل. وكده العقد بتاعي انتهى. افرجه لكم ده العقد بتاعي بالدبابيس الطويلة. هوريكم عقد تاني انا عملته بالدبابيس اللي اصغر من كده. ده عملته بنفس الطريقة بس بدبابيس مقاسها اصغر من كده وبنفس الخرز اللي هو الكريستال مقاس 6. شوفوا شكله وجماله قد ايه رائع جماله. شوفوا قد ايه. عملت واحد تاني اصغر بخرز التفسير افرجكوا عليه. ده عقد مقاس اصغر بخرز التفسيره. شوفوا قد ايه جميل ورائع. هوريكم واحد تاني عملته بمقاس اكبر من ده شويه برضو بخرز التفسيره. كلهم حلوين احلى من بعض. ده بمقاس اصغر وده كمان مقاس يعني ده اكبر من ده وده مقاس اكبر. ده الدبابيس اللي انا عملتها معاكم وده اصغر منه. اوريكم شكل الدبابيس. دي الدبابيس الوسط ودي اكبر اصغر شوية ودي الاصغر اكتر ودي اللي انا عملتها معاكم دبابيس اكبر. فكل المقاسات قدامكم. كده الفيديو بتاعي انتهى. اتمنى انه يعجبكم وتشيروه مع حبايبكم واصحابكم وحبايب اللي لسه مشتركوش. اتمنى انهم يشتركوا ويفعلوا الجرس على الكل. بحبكم في الله ومع الف سلامة.